من يوم ما بدأت لغاية النهاردة، وأنا كان عندي، كنت زي شيماء بنتي كده صغيرة، وأنا في ابتدائي، في رابعة ابتدائي أو تالتة ابتدائي، بغني نفس اللون ده اللي أنا اتولدت يعني نشأت من أنا من القنوات الشرقية، ولقيت الأغاني دي هي اللي بتتردد وهي اللي الناس بتحفظها وهي اللي الناس بتغنيها، هي اللي أنا غنيتها دي. الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب أشد صوتك. والله أنا كنت محظوظة، أنا ما كنتش أحلم إن أنا أبقى في بيته أو أحلم إن أنا أقعد جنبه، والله يعني أنا بشكر الفنانة نجوى فؤاد. الحقيقة كان في عيد ميلاده، فكنا إحنا كنا بنغني وراها أنا والله يرحمه الأستاذ محمد فايد، فكنا رايحين نغني اللي هي حلاوتها زايدة حتة ياكلوها الساعة 6، وهو كان عامل لها ساعتها مزيكا اسمها قمر 14، بتفتح بقمر 14 الأول وبعد كده بتقفل بعالي لوز. فروحنا فمش مصدقه نفسي ان انا اقعد في بيت الفنان الكبير الاستاذ محمد عبد الوهاب، مش ممكن، ولا اشوفه شخصيا ولا اغني قصاده واقول له وحياه النبي لا تفرحني وتقول له الصوت ده يشبه مين؟ قال لي والله يا بنتي ما يشبه حد، ولا لكيش منافس ولا بديل. سبحان الله سبحان الله. فيعني كان ربنا رضى عليا رضا ودعوه ام ليا، فكانت فعلا اعدالي في حكايه ان الاستاذ الكبير الفنان الكبير الاستاذ محمد عبد الوهاب يقول لي الكلام الحلو ده. في البدايه بقى، اول لما بعد لقاء محمد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، يعني بدات ان تشتغلي على نفسك ازاي؟ ومين اصلا يعني اللي اكتشف في الاول موهبه الفنانه الكبيره فاطمه عيد؟ اللي اكتشفني الله يرحمه، كنت انا سعيده الحظ، كنت جاره الاستاذ مصطفى الطاهر جيران. ففي يوم جاي فجاه فلقاني بغني لوحدي، كنت قافله الباب وبغني، ما كنتش لسه بدات في الوسط الفني. فلقيت بعد ما خلصت لقيته بخبط وبقول لي، بقول مين؟ قال لي انا مصطفى الطاهر، كان جاري. قلت له اتفضل، يعني انا كنت مؤلف اغاني وكنت كنت بعتبره اب ليا، راجل محترم الله يرحمه. فقلت له اتفضل. فقال لي ايه الصوت ده؟ ايه الصوت الحلو ده؟ قلت له صوت ايه؟ قال لي صوتك. قلت له بتكلم كده؟ قال لي ده انا بدور على الصوت ده. والله والله العظيم ده حصل. قلت له بتدور عليه ازاي؟ قال لي ده انا عندي منتج بيقول لي انا عايز صوت حلو. كان وقتها بقى كانت الفنانه الكبيره ليلى نظمي كانت عند الايه المنتج ده اسمه موريس اسكندر. فساعتها بقى كانت انتشرت بقى، ودلع يا عريس يا ابو لسه نايل، وما خدش العجوز انا زوجه يوجع في الجنة، وما اشربش الشاي اشرب ازوزه، يعني ايه، كانت ابتدت بقى ترفع اجرها ارتفاع جنوني، ما خلاص اتعرفت بقى والناس كلها حبتها. فلقيت المنتج قال لمصطفى الطاهر انا عايز صوت يغني لي الحاجات الحلوه دي السلسه البسيطه فلكلور. جاي فجاه مصطفى الطاهر جاري، فانا بغني ما اعرفش ان هو جاي وبسمع، فلقيته قاعد يسمع لغايه ما خلصته، ولقيته خبط الباب. مين؟ قال لي انا مصطفى الطاهر. قلت له اتفضل، هو انا كنت بعتبره اب لي. اتفضل يا استاذ مصطفى. دخل قال لي ايه الصوت الحلو ده؟ ده الصوت ده انا بدور عليه. قلت له بتكلم بجد؟ قال له والله بدور على الصوت ده، فربنا ما تعبنيش يعني جاب لي الصوت لغايه عندي. مفيش، ما كدبش خبر، لقيته جايب لي موريس الله يرحمه تاني يوم بالريكوردر وجاي غني يا مدام فضل. غنيته قدامه قال لي بس هو ده اللي انا عايزه، الصوت ده اللي انا عايزه. قلت له عايزه تعمل بيه ايه؟ قال لي اعمل بيه ايه؟ ده انا هعمل اسطوانات ليكي. كان سن حضرتك كام سنه؟ كنت صغيره، مانيش كنت كبيره يعني، يعني بتاع 12 سنه 10 سنين كده يعني. فرحت فرح غير عادي، هتعمل لي اسطوانات كام تاخدي كام؟ قلت له ولا حاجه. كتب لي عقد الاغنيتين ب 5000، الاغنيتين ده كان اول 5 جنيه 5 بقول ب 5000 جنيه الاغنيه، الاغنيتين 5 جنيه. ده اول اجر، انا مش عايزه اجور. لما واحد هينتج هيجيب ملحن ويجيب مؤلف ويجيب فرقه ويجيب استوديو، ده تكلفه رهيبه. قلت له يا عمي انا مش عايزه حاجه. قال لي لا بس هكتب عقد عشان لما تيجي تشتري بقى ما تغدريش بيا.
تروح الشركة تانية تعرض عليك أكتر، تروح الشركة تانية وتسيبيني. قلت له اللي أنت عايزه أعمله. كتب عقد لمدة 10 سنين. قلت له ما تخافش، عمري ما هغدر بيك. ورحبت بالعقد وفضلت معاه، كل ما يخلص السنة تخلص يروح مجدد السنة أو السنتين اللي احنا بنعمل فيهم الاسطوانات. كانت وقتها ما كانش في كسب، كانت سيدهات. ففضلت معاه لغاية ما العقد خلص الله يرحمه. وبعد ما العقد خلص لقيت نفسي في أغاني ضربت وكسرت الدنيا. ربنا بقى، ربنا لما بيدي البني آدم مش محتاج لواسطة. فالحقيقة والله ربنا ما كسر بخاطري.